السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا اخوان اشرح لكم فتح حساب ابل ستور في جهاز الايفون او اجهزة ابل بشكل عام. طبعا هذا الشيء انا مسوي له شرح قبل كذا، لكن البعض يواجه مشاكل في التسجيل، يعني باخر شيء لما يسجل اخر شيء يقول لا يمكن خدمتك الان او الكود غير صحيح الى اخره من هذه العبارات. طبعا بالبداية لازم يكون عندك ايميل حقيقي، يعني تعرف رقمه السري عشان يجيك الكود وتسجله وتكمل التسجيل. طبعا الايميل اللي ما يعرف يسوي ايميل، يعني انا لي الشرح قبل كذا كيف تسوي ايميل خاص فيك، او ادخل اليوتيوب وتحصل هذه الطريقة كيف تسوي او تنشئ ايميل خاص فيك، يعني من الهوت ميل او الجيميل او الياهو او الاوتلوك الى اخره. كل اللي عليك تسويه قبل لا تدخل على جهاز الايفون، تدخلون على هذا الرابط. طبعا الرابط هذا احطه لكم بالدسكريبشن اسفل الفيديو. كل اللي عليك تسويه انك تضغط على هذا الرابط وراح تفتح لك هذه الصفحة. اذا ما فتحت لك هذه الصفحة تضغط على انشاء ابل اي دي خاص بك. بعد ما تفتح لك هذه الصفحة طبعا راح اختصر لكم الشرح بقدر الاستطاعة. هنا يقول لك الاسم الاول، هنا الاسم الثاني او الاسم العائلة، هنا اختار الدولة، هنا تاريخ الميلاد مثلا 1/1/1990. طبعا انصحكم انكم تسجلون عمر اكبر من 15 سنة او 20 سنة عشان تظهر لك كل البرامج. هنا الايميل، تسجل الايميل الخاص فيك. بعد كذا كلمة السر، كلمة السر لازم يكون المجموع الثمانية، حرف كبير وحرف صغير وأرقام، أرقام تسلسلية أو أرقام متشابهة ما يقبل، كمثال A كابيتال A سمول 01 02 03. هنا تعيد كلمة السر مرة ثانية. طبعا أنتم تسووا الخيارات زي ما أنا أسويها بالضبط. هنا أسئلة الأمان والإجابات السرية، تختار أي سؤال وتجاوب عليه، يعني جواب تكون حافظة عشان إذا نسيت كلمة السر فيما بعد تقدر تراجعه. يعني كمثال تكتب أي شيء، أنا للشرح فقط. هنا السؤال الثاني، أنا بسوي أي شيء بس عشان أختصر عليكم الشرح. هنا مؤشر على كل شيء، هنا تكتب الأحرف اللي ظاهرة عندك بالشاشة مو مبينة عدل، ولكن بحاول بقدر الاستطاعة اني احلها. خلاص بعد كذا يقول لك ارسلنا، طبعا الرموز انا سجلتها بشكل صحيح. بعد كذا يقول لك ارسلنا كود الى الايميل اللي انت سجلته، الايميل هذا اللي ظاهر لكم. راح تجيني رسالة الان على الايميل وراح اسجل الكود. وبعد كذا نضغط على متابعة. ننتظر ثواني بس. بعد كذا خلاص يقول لك تم التسجيل، يقول لك هنا خلاص هذا مش على شمري، الايميل الخاص فيك، تسجيل خروج الى اخره. الان بشبك شاشة الايفون على شاشة الكمبيوتر عشان نعلمكم الطريقة تكملة الشرح من جهاز الايفون. بعد كذا ندخل على الابل ستور من هنا ونضغط على البحث من هنا ونكتب هنا فري او اي برنامج انت بتنزله او حاب تنزله. لازم تنزل برنامج، البرنامج مجاني. كمثال البرنامج هذا، ركزوا معاي بالخطوات القادمة. يسألك هنا يقول لك عندك حساب ابل اي دي موجود او انشاء جديد؟ طبعا احنا سوينا حساب خلاص. نضغط على الخيار الاول وبعد كذا نسجل الايميل، انا مسوي له نسخ ولصق. هنا نسجل كلمة السر اللي تو سجلناها اي كابيتال اي سمول 01 02 03. بعد كذا نضغط موافق. بعد كذا تفتح لك صفحة. طبعا الصفحات القادمة لازم تستعجل فيها شوي، يعني لا تتأخر أكثر من 5 دقائق 10 دقائق، راح يعيدك من البداية. بس شوية النت شوي ضعيف. بعد كذا تظهر لك هذه العبارة، نضغط على الخيار اللي على اليسار هنا، نضغط على هذا الخيار وراح تفتح لك صفحة أخرى. زي ما انتم شايفين هذه الصفحة، كل اللي عليك تسويه انك تفتح هذا الخيار من هنا ونضغط على نيكست من الأعلى.
وراح تفتح لك صفحة ثانية زي ما انتم شايفين. إذا لازم الخيار يكون هنا مؤشر عشان يكون التنزيل مجاني، هنا الاسم الأول الاسم الثاني زي ما سجلت أنا، هنا يقول لك المدينة والعنوان. نسجل أي كلام بس عشان الشرح، أختصر عليكم الشرح. الخيار الثالث هنا، الخيار عفوا الخيار الرابع، نسجل رقم من 1 إلى 5، وبعد كذا رقم التليفون نسجل 1 2 3، وهنا نسجل من 1 إلى 7، وبعد كذا نضغط على نيكست من هنا. هنا يقول لك خلاص تم التسجيل، نضغط على كونتينيو من الأسفل باللون الأزرق. خلاص ننزل البرنامج ثاني مرة، نضغط على جيت من هنا ونشوف هل قبل معانا أو لا. إن شاء الله يقبل وإن شاء الله تنحل مشاكلكم كلها. زي ما أنتم شايفين يقولك الآن تثبيت، نعم تثبيت. يقولك سجل كلمة السر اي كابيتال سمول 01 02 03، ونضغط تسجيل الدخول، وبكذا إن شاء الله تتم حل المشاكل كلها. زي ما انتم شايفين الآن بدأ يحمل، نشوف ننتظر التحميل بس ثواني. زي ما قلت لكم النت شوي ضعيف عندي. زي ما انتم شايفين خلاص بدأ التحميل. زي ما انتم شايفين هذه افضل طريقة للي يواجه مشاكل، يعني ما نقدر نخدمك بالوقت الحالي او حدث خطأ او الى اخره والرمز غير صحيح. اتمنى الشرح كان واضح وسهل وبسيط. اي سؤال او استفسار انا دائما وابدا بالخدمة، ورابط الموقع انا راح احط لكم بالدسكريبشن اسفل الفيديو. اشكركم على المتابعة وفمان الله.